بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الموفي وفي هذا الفيلم نرى أنه هناك ثمانمائة سنة رحلة رايت. طبعا هنا الناس بتشاهد الموفي، فكانت رحلة إلى العالم والعلماء، وتمت زيارة هذا العالم الجليل الخليل ابن أحمد، وسئل سؤال: كيف نستطيع أن نكون أو نخلق 800 كلمة لها معنى من فقط 800,000؟ 800,000 كلمة من صورة واحدة. طبعا هنا الصورة هي QI، قرآن Introduction، أنتم يعني الكتاب دائما تجد فيه مقدمة، فهذه المقدمة تسمى QI، لأن الكتاب اسمه قرآن، فمقدمة الكتاب باسم الكتاب QI. طبعا نشاهد في الشاشة، شاشة العرض في السينما، نحن لسه في الشاشة الأولى وفي العرض الأول، حيكون في النصوص حقت السينما النصوص اللي راحوا، يعني مثلا بيل جيت كان محتاج يعرف كيف يطلع اللي هي أساس في الإنترنت، لأن أساس الإنترنت الإيميل، فيجب أن يسجل كل إيميل وبطريقة منظمة. مثلا مطلوب في الإيميل تاريخ الميلاد اللي هو 6 خانات، ست خانات لو اعتبر قبل عام 2000 السنة خانتين. طبعا جات عام 2000 سوت مشكلة مفتكر، لأنه لازم تصير 7 خانات، سوت مشكلة عويصة، لأنه أدخلت مثلا 95 تقريبا أدخلت معلومات كثيرة إلى عام 2000 في الإنترنت. وقد يكون يعني هذا سبب أو مقصود، يعني أنه كان ممكن نحط تاريخ الميلاد 7 على أساس أنه تجي عام 2000، يعني ندي مثل في واحد مولود 95 58 أي رقم 98 ممكن، لكن لما مولود عام 2000 إيش يحط؟ يحط 20، يعرف انه ايش ممكن عايش من عام 20 الى 2000
1920 ل 2000 80 سنة يعني ممكن يكون عايش واحد حط 20 فيصير لخبط. فأساسا الإنترنت كله إيميل يعني تعرف الكمبيوتر على الإيميل. وإلى الآن حتى الآن كثير من البرامج تطلبك بس التلفون فهم يربطوه يخلقوا إيميل. عندنا الإيميل 6 خانات وموجود كمان 3 خانات أو 4 خانات للإسم، الإسم الأول والإسم الأخير. هم مفترضين مثلا ما تقول الإسم الأول حرف واحد ما يقبل، لكن لو قلت آد يقبل، يعني أقل شيء برمجة أقل شيء حرفين. نجي للاست نيم ممكن كمان حرفين على أساس واحد يدمج حرف الأب مع حرف الجد. مثلا اختار لنفسي حرفين لاسمي، خلاص انت تعرفت الان. والايميل هو الاساس الى الان، يعني كل المواقع وكل شيء يتحارب على ايميل. يعني زي البنك فتح حساب، يعني محاربة البنوك فتح حساب. يعني في بنك عندي 50 مليون حساب وفي بنك عندي 5 مليون حساب، لأن الحساب فيه ملاليم. يعني نفس الشيء الإيميل، يعني وصل إنه ينباع، كان بلاش الآن ينباع. طبعا لما نسوي المواقع يعني ما في شيء إلا بإيميل إلى الآن. يعني بتسوي موقع بتسوي كذا لازم إيميل. يعني أي أحد بده يسوي حاجة في، حتى تبى تدخل على اليوتيوب تبى تصير يوتيوبر ترفع لازم إيميل. وهنا حدد يعني لازم جيميل. طبعا ما يمكن يصير تغيير، يعني لا أحد يحلم إنه يصير تغيير. ليه؟ لأنه خلاص أي شيء لما نبدأ يشتغل ما يصير. طيب ففي الموفي حيتم عرض، يعني في حيصير إن شاء الله مسابقة على أساس نوصل ل 800,000 كلمة جديدة. 800,000 إيميل يصير الكلمة على أقل من حرفين. نستعرض هنا هذا الموضوع. طبعا هذا الموفي يتكلم على البداية، يعني عندنا هنا حرفين مع زد يعني صفر بداية. هذه اكسل شيت. طبعا هنا هذه ما تتغير زي البرد. فالطريقة اللي اتبعها تبان. شوف هنا بيشرح من اللي بيشرح؟ الخليل بن أحمد اللي هو خبر. راحوا له جماعة، ممكن يكون في معاهم بالبيت
طبعا كيف راحوا له؟ لانه تم اختراعات اللي هي الرجوع بالزمن لسماع الصوت واكتشاف كيف هو عمل كده، لأنه هو طلع بكتبها يعني موجود الكتابة أكثر من قال من ألف يعني مليونين ما كان عندهم استخدام كلمة مليون. يعني هنا لو نقول لما بدأت مايكروسوفت كده تم اختراع آلة الزمن، وطبعا هي موجودة يعني نحن نبحث يعني ممكن في طريقة أنا أرجع في الزمن لأن الصوت ما يموت عشان أشوف البخاري كيف سوى لما ابن خلدون كيف كتب كم عدد المجموعة. الآن بنكتب نحن هذا الشيء بإكسل سهل لأن أول كانوا في كتبة يكتبوا ويدونوا فيها بغض النظر جلود ولا أوراق ولا كذا، أكيد كانت أوراق ورق معروف يعني قبل 800 سنة أو أكثر. طبعا الخليل بن أحمد في القرن الثاني الميلادي. طبعا لما تنتهي الموفي هنا حتروحوا للفشار، حرف العين هو مهم جدا لأن الكتاب كتاب العين، الكتاب كتاب العين، فلونا بدأ التنوين بالأزرق للعين يعني كل كلمة فيها عين حيكون اللون أزرق. إذا انتقلنا للفشار طبعا هنا في الفشار تركنا السلايد زي ما هي يعني بعدين نعديها. شكرا.